بهدف التعريف بتاريخ الجزائر، تم إعطاء إشارة انطلاق القافلة الإعلامية التاريخية المنظمة من طرف الجمعية الثقافية بشلغوم العيد ولاية ميلا تحت شعار العلم والنشيد الوطنيين ذاكرة وتاريخ، الموجهة لصالح المدارس الابتدائية لدائرة شلغوم العيد. القافلة انطلقت من ابتدائية أردير عبد الرحمن تدوم إلى غاية 30 من شهر ماي 2022، تجوب خلالها مختلف الابتدائيات بدائرة شلغوم العيد من أجل إبراز وترسيخ مكانة النشيد والعلم الوطنيين والتعريف بنشأتهما والتحسيس بأهمية وقدسية النشيد والعلم الوطنيين. التغطية كانت لعياد الساسي. إشراف رئيس دار شلغوم العيد والمجلس الشعبي البلدي لبلدية شلغوم العيد، نظمت جمعية المستقبل الثقافية لبلدية شلغوم العيد بالتنسيق مع منظمة المجاهدين قافلة تاريخية وإعلامية حول تاريخ الجزائر تحت شعار العلم والنشيد الوطنيين ذاكرة وتاريخ، بجميع المدارس الابتدائية لدار شلغوم العيد من بداية من 10 جانفي 2022 إلى غاية 30 ماي 2022. هذه القافلة بها معرض للعلم الوطني ومعرض للنشيد الوطني ومعرض لمدونة الفداء للعمليات اللي جرت بشلغوم العيد، كذلك وزعت اليوم حيث أشرف رئيس الدائرة على افتتاح الرسمي للقافلة والإعلان عليها. كان يعني في جو رائع وجو يعني ما شاء الله، كما أنها بعض المعلومات تجهل من طرف بعض المجتمع، لأن فكرة النشيد الوطني انطلقت من هذه المدرسة اللي درنا فيها الافتتاح الرسمي للقافلة، وهو حسين بن الميلي وعبار رمضان اللي كان أمين عام لبلدية شلغوم العيد. وبدورنا نتمن مثل هذه المبادرات التي تقوم بها كل الجمعيات الفاعلة في الميدان، والتي تدخل في إطار سعي السلطات العمومية الرامي إلى تعزيز دور الحركة الجمعوية، لا سيما مشاركتها في التسيير المحلي وإقحام هذه الحركة الجمعوية لتكون شريك فعال لكل السلطات المحلية بالولاية.